ليست مدينة من العصر الحجري، بل هي مدينة الكوت في محافظة واسط جنوب العراق، التي تحولت طرقاتها إلى بحيرات من الماء نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت على المحافظة خلال الأيام الماضية. حي الزهراء الذي لا يفصله عن مبنى المحافظة سوى 4 كيلومترات، انهارت بعض منازله الطينية فوق رؤوس ساكنيها، فقتلت 6 أطفال وأصابت العديد من سكان الحي. بعض حالات الوفاة كانت بسبب الشوارع غير المعبدة والتي حالت دون وصول سيارات الإسعاف، ما أدى إلى وفاتهم تحت أنقاض منازلهم بعد أن تعذر نقلهم. السيارة ما تقدر تطلعها نهائيا، زين أكثرية السيارات اللي كانت مستعدة طبعا تأخذ هذا المصاب، بس ما قدروا ينقذونه لأنه صعوبة الوصول إلى الشارع العام. المحافظة بلغت ميزانيتها للعام الحالي ما يقارب 250 مليون دولار، وتعاني شوارعها وبناها التحتية الإهمال، وأغلب المشاريع فيها متلكئة بسبب الفساد الذي استشرى بالمحافظة مثلما عصفت بها الأمطار. بس بالانتخابات يعرفون هاي المنطقة ويجون، هاي 8000 بيت هنا، ذاك اليوم هنا 3 بيوت وقعت، جاء الاثنين ماتوا، نسوان اثنين ماتوا، هاي بالمستشفى هسه لا تريد تروح، هاي الفاتحة موجودة، وهذا المي وهاي الوضع، شوف يعني بس وقت الانتخابات يوصلون هنا. سيعود المطر مرة أخرى وقد يطيح ما تبقى من منازل هذه الأحياء الطينية المهملة، أو قد يحول ساحاتها إلى مسابح شتوية. أما سكان الكوت فيتساءلون، أين اختفت الأموال المخصصة للمحافظة؟ من مدينة الكوت، شاكر عواد، العربية.